السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم أم يارا. اليوم وصفة جديدة وكتر من رائعة. غدا نحضروا باستا شوت الإيطالية بنكهة لازانيا بلي بات، كتجي كتر من رائعة. كنتمنى تجربوا هاد الوصفة، فعلا تستحق التجربة. ما تنساوش تشاركوا في القناة، اللي باقي ما مشارك يشارك، ودعمونا باللايك وتبارطاجيو لا فيديو مع أصحابكم وحبابكم. شاهدوا الفيديو إلى الأخير، وصلوا الفيديو 10,000 لايك فضلا وليس امرا. على بركه الله غادي ندوزو المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غادي ندوزو نحضروا البيشاميل. كناخذوا 100 غرام ديال الزبده، كنوضعوها في اناء وكنخليوها حتى كتذوب تماما، وكنزيدوا الدقيق الابيض وكنبداو كنخلطوا الكل مزيان حتى كنحصلوا على خليط متجانس اي عقد. صافي كنبقاو نخلطوا وكنزيدوا الابزار والملح ديال القليل، وكنزيدوا الحليب. الحليب انا هنا ما ضفت غير الكميه قليله حيت ما بقاش عندي الحليب، ولكن غدا نعوضوا بالماء حتى الماء كيجي بالبيشاميل كتجي اكثر من رائعه وناجحه. غير في الاول الحليب ضروري يكون، الا درتو بالماء كامل ما كيسلقش. غير انا ما بقاش ليا الحليب، عودتو بالماء. صافي غدا نبقى كنزيد في الماء وكنحرك كما كتشاهدوا، كنبقاو نزيدو وكنحركو حتى كنحصلو على كريمه او خليط بيشاميل كتجي ماشي عاقده بزاف، كنخليوها مثل الكريم. انتما غدا تشوفوا كيفاش غدا نحصلو عليها دائما مع التحريك المستمر باش ما كتشدش لينا البيشاميل وما تحرقش. غدا نزيدو القليل من الماء الاخير، غدا نزيدوه صافي غير شويه باش كنحصلوا على القوام اللي بغينا. ما بغيناهاش عاقده البيشاميل، بغيناها تكون شويه مطلوقه. هذا هو القوام اللي حصلنا عليه على البيشاميل، كيجينا اكثر من رائع وكيجي على هذا القوام. هذا غادي نوضعوه جانبا وغادي ندوزو مباشره نحضروا الراغو اي صوص ديال الكفته. كناخذوا اناء وكنوضعوا فيه زيت الزيتون اي زيت البلديه، وكنوضعوا معاه بصله محكوكه وثلاثه الفصوص ديال الثومه محكوكين، وكنبداو كنحركوا الكل مزيان حتى كيتشحروا لينا. بعد ما تشحروا لينا كنزيدوا 500 غرام ديال الكفته، كنحركوا الكل حتى كيندمجوا لينا المكونات. كما كتشاهدوا كنبداو كندقدقوا في الكفته باش كتفرتت. صافي كنخليوها طيب نص طيبه. بعد ما طابت لينا نص طيبه غدا نزيدو التوابل. كنزيدو جوج معالق ديال البابريكا اي التحميره، وكنزيدو الابزار، وكنزيدو الكرافس، وكنزيدو السكينجبير، وكنبداو كنخلطو الكل مزيان. الملح راني وضعتها ما قلتهاش ليكم. وكنزيدو ثلاثه كيسان ديال المطيشه، وكنبداو كنحركوا الكل مزيان وكنخليوها حتى كتشرب لينا مطيشه وما كتبقاش تبان لينا نهائيا، كتولي الحشوه معلكه دائما مع التحريك المستمر. ملي كيبدا كتطبخ لينا لاصوص كنبداو كنحركوا كما كتشاهدوا بدات كتشرب لينا. ملي كتطبخ كنبداو كنحركوا في لاصوص. دابا غادي نزيدو طريف ديال الزبده بعد ما تشربت لينا مطيشه ولات معلكه، كنزيدو طريف ديال الزبده وكنخلطو الكل. كنخلي البوطه شاعله غير شويه صافي وكنطفي عليها. غادي نزيدو كاس غير مملوء ديال البيشاميل وكنبداو كنخلطو الكل مزيان، كنخليوها واحد شويه وكنطفيو على النار. كتجيك هاد لاصوص كتجيك كتر من رائعه، كتجي خطيره. هادي هي لاصوص ديال الراغو ديال لازانيا.
غير انا ما درتش فيها، كتجي فيها حتى خيزو، ما درتش فيها خيزو محكوك لي مفر، انا ما كانش مفر عندي، اللي كان مفر عندكم زيدوا واحد خيزوه محكوكه في الاول، كنبقاو كنحركوا فيها شويه حتى كتزيد تعلق لينا، وكنطفيو عليها النار. هذا هو لاصوص ديال الكفته او الراغو اللي حضرت معكم اليوم، كيجي اكثر من رائع، كيجي معلق. غادي باش نسلقوا لي بات كنوضعوا الماء ونوضعوا معاه زيت نباتيه والملح، كنوضعوا ونخليوه حتى كيغلى، ونوضعوا لي بات ديالنا ملي كنخليوهم حتى كيتسلقوا لينا وكنصفيوهم. بعد ما وجدوا لينا لي بات وصفيناهم مزيان من الماء، كنوضعوهم في اناء وكنوضعوا مباشره وهي سخونه لي بات الفرماج محكوك، اي فرماج بودر. كنبداو كنخلطوا مزيان الكل كما كتشاهدوا، حتى كيندمج لينا الفرماج مع لي بات بهذه الطريقه هذه. غادي ناخذوا اناء باش كنعملوا فيه هاد الباستا شوت. كنوضعوا اول حاجه البيشاميل، وكنوضعوا لي بات ديالنا كنفرشوها، كناخذوا نصف الكميه وكنوضعوها في الاول. بعد ما فرشنا لي بات كنوضعوا لاصوص ديال الكفته، كنوزعوا نصف الكميه كامله فوق من لي بات. غادي نوضعوا نصف كميه ديال البيشاميل، غادي نزيدوا لي بات المتبقي كنفرشوه بحال الطريقه كما كتشاهدوا. بعد ما فرشناه كنبداو كنضغطوا عليها غير بشويه، وكنزيدوا لاصوص ديال الكفته المتبقيه، الكميه المتبقيه. وكنزيدو البيشاميل المتبقي كنوزعوه في جميع الجهات. غادي ناخذوا الفرماج غبره اي بودر او الفرماج محكوك اللي عندكم، صافي كنوضعوه من الفوق في الاخير، اللمسه الاخيره كنزينو كنغطيو الوجه كامل ديال الباستا شوت.
كنكملوا كندخلوا الفران. الفران يكون مسخن من قبل درجه حراره 200 درجه، كنهبطوها لتحت غير باش كتحمر لينا داك الفرماج، ونتلاقاو نوريكم الشكل النهائي ديالها. هذا هو الشكل النهائي ديال الباستا شوت اللي حضرت معكم اليوم، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، كتجي اكثر من رائعه ولذيذه صراحه، تستحق التجربه. ما تنساوش تشاركوا في القناه، اللي باقي ما مشاركش يشارك، ودعمونا باللايك وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم وحبابكم. مع السلامه، فيديو جديد وفكره جديده ان شاء الله.